اقول لك على رأي الأغنية الشهيرة كده، فيها حاجة حلوة، ده فيها حاجات حلوة كتير قوي. أكاديمية البحث العلمي ده من ضمن الحاجات الحلوة. البلد يا جماعة اللي يتكرم فيها المخترع وياخد حقه، ويكرم فيها المبتكر، ويكرم فيها العامل، العالم والعامل طبعا، ياخد حقه تلت ومتلت، ونبقى فخورين بيه، ونبقى بنستعين بخبراته، اعرف ان البلد ماشية في الطريق الصح. فتلاقي أكاديمية البحث العلمي بتكرم المخترعين المصريين اللي فازوا في معرض جنيف الدولي للاختراعات في نسخة اسمها النسخة الاستثنائية 2022. تعالوا عبر زوم نتكلم مع دكتور حمدي فتوح، وهو الأستاذ بمركز البحوث والتدريب ووكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، وحاصل على الجائزة الذهبية بمعرض جنيف. أهلا أهلا بيك يا دكتور حمدي. هو أنا الصوت مش واصل لي يا دكتور؟ أنا الصوت الصوت كده كويس، ماشي. حضرتك سامعني بالمظبوط؟ ايوه سامعك يا فندم، سامعك. اولا مبروك يا دكتور. الف شكر جدا للتكريم، واللي حصل النهارده الحقيقه يمكن خلانا سعداء ان العلم التطبيقي بيكرم. اول جائزه في الزراعه يعني كان مستبعد جدا ان يعني يكون في جائزه في هذا المجال اللي بيخش فيه الطب والصيدله والهندسه والانشاءات. الفكره بتاعت الزراعه دي كانت فكره الحقيقه كان نتيجه جهد طويل، لان كان فيه اجتهاد في محصول الرز بالذات على مدار سنوات طويله من الثمانينات والتسعينات لحد ما مصر تبوأت مكانه مرموقه في انتاجيه الرز. لكن بعد هذه المكانة أن يكون في استنباطات مختلفة لتطوير نبات الرز والوصول به لحاجة ثانية في ظل الشح المائي وفي ظل زراعته في حزام شمالي للدلتا المتأثر بملوحة التربة، وأن احنا نستنبط أصناف جديدة صوبر في شكل نباتي مختلف تستطيع تحقيق إنتاجية متميزة بدل 4 طن توصل ل5 طن، بدل 6000 متر مكعب ميه 4000 متر مكعب ميه، بدل ري بالغمر الى ري على فترات من 8 الى 10 ايام. الرز السوبر ابتكار مصري يماثل الابتكارات اللي حاصله في الصين، يتفوق عليها في المحصول بشكل مبهر جدا، وده اللي حصل. ان التطبيق كمان يجد طريقه عند المزارع وتصبح المساحه المزارعه من الصنف السوبر والاصناف السوبر تشكل 30% من جمله المساحه المزارعه من الرز في مصر، فدي علامه طيبه. فطبعا تقدمنا بابتكار واحد اللي هو ابتكار الصنف تاتا سوبر 300 من ضمن 9 ابتكارات تم تسجيلها بالقرار الوزاري 1115 لسنة 2018. أنواع متعددة من الرز، نختار ابتكار واحد نتقدم به للجائزة. والحقيقة كان شيء مبهر جدا أن يتم توثيق جائزة في الزراعة لمصر، أعتقد أن ده شيء يعني ممتاز جدا، شيء مذهل ومبهر. وبالمناسبة برضو ده خلينا نقول الدكتور حمدي يعني رفع راسنا، وهو فخر لينا وهو يتقدم للحصول على هذه الجائزة وهذا البحث وهذا الابتكار. طب دكتور يعني عمليا كده حضرتك خدت هذه الجائزة الذهبية نظرا إلى أنه تم ابتكار رز سوبر 300 زي ما أنا فهمت إنتاجيته أعلى زيادة 25% عن الانتاجيات المسبوقة، ويستهلك مية أقل كتير من المية اللي قبل كده، وياخد حيز زراعي أقل بنسبة 30% من الأرض. إذن يساهم هذا الابتكار في حل جانب من جوانب أزمة الغذاء والمياه أيضا في العالم. لكن أنا هنا عندي سؤال، ده معناه أنه مركز البحوث ووزارة الزراعة الحكومة الدولة هم اللي تقدموا بأنه احنا عايزين دكتور حمدي وزملائه يشتركوا
في هذه المسابقة اللي حاصل أو في هذا المعرض، يعني معرض جنيف؟ طبعا اللي حاصل إن أنا من سنة 2014 لحد النهاردة وفي تعاون مشترك بين وزارتي الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مركز في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لنا مشاريع. المشاريع ده هي زراعية يعني أسفرت عن تقدم تطبيقي، مشاريع غير تقليدية، مشاريع تطبيقية توصل لأنها تكون موجودة عند المزارع بصفة أساسية. الحقيقة نتيجة وكنا المشاريع دي كانت تفوز دايما بالجائزة الأولى بصفة محلية. الحقيقة كانت أول مرة يتم يعني كان في استغراب إن هل ممكن الابتكارات اللي موجودة دي ممكن تقدم بإحداها لمعرض جنيف الدولي. كان مستغرب إن الزراعة يعني تدخل هذا المجال، ولكن لما دخلت طبعا تعرف ان التطبيقات قصدي الاختبارات بتتم على اكبر درجه من الحرفيه، وطبعا المعرض ده بيضم ابتكارات مذهله في مجال اي مجالات علميه، فطبعا الزراعه تخش ازاي، لكن التطبيق اصلا او الابتكار اصلا ابتكار استنباط صمت، استنباط صمت ده بيقعد سنوات، استنباط صمت، الصمت اصلا له مميزات ثانيه. احنا من ضمن الابتكارات اللي موجوده في صنف او ام اول مره يتم ابتكار ام مصريه عقيمه الذكر سوبر لانتاج الرز الهجين اللي هو ممكن يوصل ل 6 طن للفدان. ابوها سوبر 300 دي بنستخدمه استخدام ثاني، بنستخدمه كاب لانتاج هجين سوبر يدي 6 طن للفدان، يعني اكثر من الاب نفسه اللي هو السوبر 300. الحقيقه الخطوات والطرق الاستنباطيه اللي تمت يعني علميه بحرفيه كامله بمهنيه كامله لا تحدث الا في دول زي الصين او معهد الرز الدولي او الدول التي تهتم اصلا بالتطبيق الحرفي. ده حصل عندنا في الرز، الرز فيه ناس علماء وفي ناس مجتهدين، لكن سيادتك طبعا انا معايا فريق طوعنا هذا البحث والفكر والقراءة والمعمقة، وأنا مربي بقالي أكثر من 37 سنة، فعلشان كده الحرفية والتعامل كان ليا نشاطات مع العلماء بره وأحدث القراءات أحدث الاستطلاعات أحدث التقدمات العلمية دايما كنا بنستخدمها في برامج التربية. عندنا يعني إبداعات، ده ما كانش رز السوبر لوحده، احنا أول مرة نبتكر رز بسمتي مصري بطبعة مصرية. كل الأصناف اللي موجودة السوبر ده احنا كل اللي عملناه دخلنا الجين بتاع الرز العملاق الى الاصناف المصريه، وبدانا سنوات طويله من الابتكار لحد ما وصلنا لتراكيب نباتيه. احنا عندنا لحد النهارده اكثر من 500 تركيبه موجوده، كل سنه بندخل هيبقى عندنا 301 و302 و303 وتغيير الطرز النباتيه بتاعه نبات الرز لشكل ثاني مختلف يتوافق مع الظروف والتغيرات المناخيه ويكون مناسب لعمليه التنفس لعمليه البناء الضوئي بطريقه صح. الرز كان بالغمر مستمر، الغمر ده بيتسبب في مشاكل انبعاث ثاني اكسيد الكربون، لا احنا بنروح الرز بنرويه على فترات بنقلل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون اللي كان بيتسبب فيها محصول الرز على مستوى العالم بانتاجيه عاليه، وبنحقق الزياده الرأسيه بشكل مبهر جدا، لان ما عندناش في مصر الا الزياده الرأسيه في الرز وليس الزياده في الرقعه بشكل مباشر. ولذلك انت عاوز تطعم 85 مليون مصري برز انتاجيته عاليه، ومش كده وبس، الجوده بتاعته تصافي الطبيب بتاعه الصنف ساكا سوبر 300 اكثر من 70% بيزيد 5% ل 10% عن الاصناف بتاعتنا التقليديه مع الجوده المطلوبه من الرز المصري اللي بقى طبعته طبعه عالميه
ومطلوب عالميا في التصدير، لان مصر كانت بتصدر في التسعينات والالفينات والالفيه اكثر من نص مليون مليون طن، وكان بتصدر ل 64 دوله، كانت حققت انجازات مبهره. مصر في وحده المساحه فضلت الاولى على العالم اكثر من 15 سنه. احنا بنرجع ثاني للرز المصري بالطبعة اللي هي مناسبة للتغيرات المناخية، لارتفاع درجة الحرارة، كويس قوي لكل الكلام ده. طب أخيرا يا دكتور، هل دي أول مرة مصر تشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات، أو أول مرة مصر تشارك في هذا أو النوع ده من المحافل الدولية المعنية بالابتكار وبالاختراع وبهذا الحجم؟ أول مرة تحدث، وأول مرة في الغذاء، وحتة الغذاء دي حتة يعني بقت مهمة. وسيادتك شايف الظروف اللي حاصلة في العالم كله دلوقتي ومشكلة الغذاء. مصر يعني ما يكون عندنا محصول استراتيجي، ممكن على فكرة في سنة من السنين في سنة 2008 وكنت وقتها رئيس البرنامج القومي للرز، تم كان في إنتاجية عالية، تم شراء قمح بديل عن الرز بالتصدير. فطبعا احنا وباب التصدير مش مفتوح، ولكن اهم حاجه الاكتفاء الذاتي، واهم حاجه يكون عندنا شغل على هذا المستوى، في اهتمام من وزاره الزراعه، في اهتمام من وزاره البحث العلمي والتعليم العالي، وزاره الزراعه معالي وزير الزراعه اصبح بيهتم بكل كبيره وصغيره موجوده في الانتاج الزراعي لتعميم التقاوي النقيه على المزارعين وزياده الانتاجيه بتاعه المساحه بتاعه الرز. ومش رز وبس، في محاولات في القمح والمحاصيل الاخرى. ان شاء الله انا مستبشر خير ان تزيد المساحه الخضراء وان يزيد الاتجاه في مصر نحو الاصدر من الغذاء باذن الله باذن الله والتخطيط الان للغذاء باذن الله. دكتور تهانينا مره ثانيه، والف شكر مرتين، مره على هذا الاختراع او هذه الابحاث اللي ادت الى هذه النتيجه، ومره الثانيه بتاعتنا انه نورتنا في هذا البرنامج. الف شكر ليك يا دكتور حمدي. كل الشكر لدكتور حمدي فتوح الاستاذ مركز البحوث والتدريب في تحديدا محاصيل الارز، ووكيل معهد بحوث المحاصيل الحقليه بمركز البحوث الزراعيه، حصل مؤخرا على الجائزه الذهبية في معرض جنيف.